تقدير النفس وأساس بناء علاقة صحية مع الذات. اليوم رح نسمع مقولات صادمة من سارة، دينا وأمل، رح نتعرف على مواقف تعرضوا لها، نحكي عنها للمرة الأولى بسياق فقرتنا. جاهزين؟ سابقاً استعرضنا سوا كيف تتكون هوية المرأة ذات الإعاقة من خلال التحديات والمصاعب اللي بتختبرها كطفلة وكمراهقة وصولاً إلى سن الرشد، وشفنا كمان تأثير الأزمات اللي بيواجهوها الأهل على تكوين هويتها. ننطلق اليوم صوب فكرة أوسع، وهي تأثير التحديات اللي بتواجهيها لتكوين هويتك على تقدير الذات، وهو أمر بالغ الأهمية. بيقول جاك سالومي إنه تقدير الذات بينتج عن لقاء أربع ديناميكيات تتفاعل بطريقة سلبية أو إيجابية عند احتكاك الشخص مع محيطه الخارجي. نستعرض سوا الديناميكيات الأربعة. أولاً، القدرة على حب الذات، خاصة إنه منعيش ببيئة بتدفعنا إنه نحب الآخر أولاً ونبديه ونفضله على حبنا لأنفسنا، وبالتالي بيصبح السؤال مشروع عن مدى قدرتنا على حب ذاتنا. ثانياً، القدرة على الثقة بالنفس، وهي أمر صعب حيث غالباً نتلقى رسائل من المجتمع أو الأشخاص بتجردنا من ثقتنا بنفسنا، وبتسلط الضوء على أخطائنا أو النواقص الموجودة بداخلنا، وبتتجاهل طاقتنا وقدراتنا ومواهبنا. ثالثاً، القدرة على التعبير، والمقصود هو التعبير عن نفسنا وعن مواقفنا بحزم وقوة، أي الاعتراف بقيمتنا، تعزيز الشعور بمكانتنا عند الأشخاص المهمين لنا، والتأكد من أنه قسم من أعمالنا مقدر ومرحب فيه. رابعاً، القدرة أنه ما تكون نظرتنا لنفسنا متكلة كلياً على نظرة الآخر لنا أو متصلة باهتمامه بنا. إذن هالديناميكيات الأربعة بينتج عنا تقدير الذات اللي بيتبلور تدريجياً عند الطفل وبيتوطد عند بلوغ سن الرشد. ولكن كيف يبنى تقدير الذات بطريقة ملموسة وواضحة أكثر؟ تقدير الذات يتكون من خلال أمرين. أولاً، الرسائل بتتوجه لنا من المحيط القريب والبعيد، من المهم أن تكون أغلبيتها إيجابية ومشجعة. ثانياً، الخبرات اللي منمر فيها والطريقة الخاصة بكل فرد لاستقبال الرسائل الإيجابية من كل خبرة أو تجربة واعتبارها خبرة ناجحة من خلال نتائجها الملموسة. ولكن كيف بينطبق تقدير الذات على النساء ذات الإعاقة؟ وشو هي طبيعة الرسائل اللي بتتوجه لهم؟ وهي الرسائل هي صدى لأي قيمة مجتمعية؟ الجواب بيكون سهل، لأنه الأحكام المسبقة ضد هالأشخاص هي متجذرة فينا، موجودة بمحيطنا وبالعالم العربي والعالم بشكل عام. فتقبل الاختلاف أمر مش سهل، خاصة إذا كانت إعاقة ظاهرة، لأنه بتطلب من الفرد أنه يقارنها بالصورة الطبيعية النمطية مزروعة فينا القائمة على تقدير صورة الجسد الكامل والمثالي، بتميز سلبياً الأشخاص ذات الإعاقة. صديقاتنا سارة ودينا وأمل اختبروا مواقف وتجارب أثرت على تقدير الذات، ورح نستعرضها اليوم لأول مرة. قبل ما دينا تفقد نظرها كلياً، خضعت لعدة عمليات جراحية باقت بالفشل. أما الموقف الصادم أو الرسائل السلبية اللي تلقتها، فكانت من طبيبة اللي اعتبرها إنها حتعيش حياة مأساوية وهي بزهرة شبابها. يعني الطبيب قرر عن دينا إنه حياتها حتكون مأساة، وكأنه مش حرزاني بقى تنعاش، بينما دينا هي الوحيدة اللي بدها تقرر كيف رح تكون نوعية حياتها والقيمة اللي رح تعطيها. وهون دينا شعرت بغضب كبير. بقدر ما كان صعب على دينا تتقبل فقدانها الكامل لنظرها، الأصعب كان العواقب اللي نتجت عنها، منها إنهاء خطيبها لعلاقتهم وتشكيكها بقدرتها على تحقيق أحلامها المهنية اللي كانت واعدة. من المهم الوعي من خلال تجربة دينا للنظرة المأساوية من المجتمع والإذلال المتصل فيها. ففكرة الرفض لوجود واختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة ممكن نلمسها بطرق عديدة حتى قبل الولادة، حيث يسمح ببعض الأنظمة والبلدان بإجهاض الطفل ذات الإعاقة وإنكار حقه بالعيش مثله مثل باقي الأطفال. سارة اللي سبق واستعرضنا قصتها تعرضت لموقف صعب أثناء مغادرتها البيت مع والدتها، حيث نظرت لها بعض السيدات ولكرسيها المتحرك بشفقة وقالوا بصوت منخفض: أنا محلها، خليها بالبيت. سارة ما تقبلت هالنظرات وصرخت بوجه السيدات، أما والدتها ما وقفت بوجه النساء وحاولت تخفف من غضب بنتها. سارة شعرت بشي من الانتصار، شعور قوة ما اختبرته من قبل.
تجارب سارة ودينا من حيث إمكانية الوصول والحصول على المعلومات بلغة مكيفة خير دليل على وقع الرسائل الإقصاء يلي منتلقيها من محيطنا وتأثيرها السلبي على تقدير الذات. صديقتنا أمل الناشطة بمجال حقوق الأشخاص ذوات الإعاقة تعتبر من خلال تجربتها أنه المجتمع ما بيوفر لهالأشخاص إمكانية الوصول للمعلومات كلغة البرايل والتكنولوجيا المساندة الخاصة بالأشخاص المكفوفين، وهالأمر عانت منه دينا بطبيعة الحال. والأمر نفسه اختبرته أمل بموضوع لغة الإشارة، فضمن نضالة كناشطة لطالما طالبت وعملت ليتم الاعتراف بلغة الإشارة كلغة أساسية مثل غيرها من اللغات. ممكن تكون زيارة هالكتلة من الأحكام المسبقة مؤلمة لإلك، ولكن المهم أنه نوع لإلها لحتى نقدر نحط حد لإلها ونتخلص منها داخلياً كأول خطوة بمسيرة التغيير. والمهم أيضاً نعرف أنه تبني هالحكم المسبق ممكن يشكل قاعدة ومصدر الإساءة العاطفية وحتى الاعتداء الجسدي يلي كتير أشخاص ذوي الإعاقة بيتعرضوا له كأطفال وكراشدين. رح نسمع بعض الكلمات من سارة، دينا وأمل توصف طبيعة الأحكام والرسائل السلبية الواصلة من المجتمع والمحيط. هالأحكام هي نوع ضمني من رفض وجود واختلاف أشخاص ذوي الإعاقة وبتلمسنا بعدة طرق بنواحي مختلفة من حياتنا. منحس بالقبح والنقص والخجل من إعاقتنا، معاناتنا مستمرة بشكل دايم، بنخاف منها والأفضل الابتعاد عنها. من الصعب أن يكون عنا اهتمامات وتجارب حقيقية كباقي الناس، أنه ما ممكن أبداً نتقبل وضعنا، وإذا أبدينا شعور بالفرح أو البهجة بنكون عم نجرب نحط قناع بخبي الحقيقة. كلمات مثل المشي والرقص تزعجنا دايماً، لا نملك هوية جنسية أو بأحسن الأحوال غير مكتفيين جنسياً، نحن عديمين نفع وغير منتجين. هالمقولات القاسية ممكن تلمس كل امرأة معنا اليوم بطريقة أو بأخرى. كيف ممكن التخلص من الأحكام المسبقة لتنمية الحرية الداخلية والانطلاق بالحياة وبناء نفسك حسب رغبتك الداخلية والحقيقية؟ الطريق الوحيد هو تنمية علاقة الإنسان مع نفسه ومع الآخر كفرد والآخرين كجماعة ومجتمع، وهي الفكرة يلي بيحملها الموك وانطلقنا من خلالها بالفقرة الأولى. وبهالإطار جاك سالومي بيقدم وسيلة بتسمح لنا وبتساعدنا على الوعي للرسائل السلبية اللي متعرض لها وكيفية التخلص منها. بيعتبر جاك سالومي أنه غالباً منعيش داخل منظومة علائقية غير صحية ممكن نختبرها بنوع خاص بالعلاقات القريبة أو العائلية، واللي بتأدي بالتالي إلى أساليب تواصل غير صحية. هالمنظومة بتقوم على 5 ركائز ممكن تتوجهنا من قبل الآخرين أو نوجهها لنفسنا من خلال حديث داخلي. أولا الأوامر، أي فرض الأمور على شخص آخر كالقول مثلا عليك أن تعمل كذا أو تكون كذا. التهديدات المباشرة أو الغير مباشرة، مثلا عليك أن تعمل كذا وإلا. التقليل من القيمة أو التحقير، مثلا أنا فاشل، يريتني لم أولد لأني عبء عليك. شعور بالذنب، أي أن نجعل الآخر مسؤول عن ما نشعر به، مثلا بسببي أو بسبب فشلي مرض أبي. الابتزاز، أي الضغط النفسي العاطفي أو التلاعب بالآخر لإجباره على التصرف بطريقة محددة، مثلا إذا وصلت متأخرا لن تجد مكانا لك. عند التعرض لهالأنواع 5 من الركائز أو لأحدة من قبل أشخاص مهمين بحياتنا، النتائج بتظهر عندما نصبح راشدين من خلال حديثنا مع نفسنا والقائم على السلبية وجلد الذات، مما يؤثر على صحتك النفسية وعلاقاتك. دعوتي إليك اليوم للتوقف عن تبني هالمنظومة بشكل مباشر أو غير مباشر. من خلال الملحق بدعيك أولاً الاطلاع على كيفية تطبيق الركائز 5 على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عبارات نسمعها بشكل دائم، وثانياً بمكنك القيام بهالتمرين على اكتشاف الرسائل المماثلة يلي قد تكون شخصياً تلقيتها وبالتالي ممكن تكرريها لنفسك. ممكن بعد هالتمارين أنه تشعر بحاجة أكبر للتعبير وبالإنزعاج أو الغضب، فإذا لزم الأمر يمكن توجه إلى إخصائي مؤهل أو مرشد أو جماعة مساندة أو صديق توثق بحكمته يمكن يستقبل هالمشاعر بطيبة وانفتاح ورافقك برحلة بناء علاقة صحية مع ذاتك. وبالختام بكرر أنه علاقتك بنفسك هي المفتاح، وبالفقرة المقبلة رح نكتشف أنه كيف ممكن لكل امرأة أنه ترتدي علاقتها مع نفسها بحب واحترام، وأنه تنمي الفخر بنفسها، وأنه تحتفل بفردتها وميزتها كإنسان.